اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بكم على خليجيه، دائما نلتقي برنامجكم الملف الاحمر في الموعد المحتاد المعتاد 8:30 دائما من كل مساء كل خميس. اهلا بكم في هذا الاسبوع، قناتكم خليجيه متواصله في تغطيتها المميزه ايضا لليوم الوطني، ليوم الوطن، لبهجه الوطن، للذكرى 82 لتاسيس وتوحيد هذا الوطن على يد قائد المسيره طيب الله ثراه الملك عبد العزيز. ما زلنا متواصلين ايضا في الملف الاحمر، نفتح الملف من خلال نظره وطنيه هي دائما والله، ولكن تحديدا في هذا المساء نظره وطنيه عن هموم شباب الوطن. عندما نتغنى ونتحدث عن انجازاتنا ومنجزاتنا الرياضيه السابقه نعترف بان هناك خلل، ومن هذا الخلل يجب ان نتعاطى مع الموقف بكل شفافيه، لعل وعسى ان يكون في الامر خير ونعود إلى جادة الطريق. لا نبتكر ولا نخترع، ولكنها تجارب أمامنا في أيضا دول عاصرناها وتعاصرنا معها في صراعات رياضية في وقت ماضي، واليوم هي أمامنا. نحترم تقدمهم، ولكن بعين أخرى أيضا، بعين الطموح وبعين الوطن، لا نقبل سوى بالريادة. مشكلتنا في طموحنا، مشكلتنا في تعاطي مع معطيات أمورنا الرياضية. أنا من هالأرض في رائعة البدر سأتغنى وأنطلق على بركة الله. أنا من هالأرض أموت فيها وأحيا فيها. أنا من هالأرض في رياضتها أتحدث. أنا من هالأرض لن أميل لا هنا ولا هناك ولا مع أي أيديولوجية كانت دينية أو غير دينية. أنا من هالأرض نتحاور بشفافية برأي، رأي آخر نسمعك وتسمعني، ولكن أنا من هالأرض أقف عندما يتعدى الأمر إلى التطرف أو إلى ما يمكن أن يبعدني عن حب هذه الأرض. تربيت في صحراها، التحفت سماؤها. أنا من هالأرض، مع العذر لبدر بن عبد المحسن فأخذتها بطريقة الخاصة والله، أنا من هالأرض أحيا وأعيش بترابها. أنا من هالأرض أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يحفظها دائما بأمنها وأمانها. اهلا وسهلا بكم. رائعة البدر كانت كما كتبها الزملاء. انا من هالارض امي الصحراء احضنتني رمالها وارتويت بطهرها. انا من هالارض احبك يا بدر بن عبد المحسن، واللي مثلي دائما ترى على الله ثم عليكم يا هال يا هالطخمان، خلينا نسميها انتم المفردة العذبة، ناخذ من عندكم ونرد الصدى من خلال هالبرامج. شكرا لكم. ارحب بكم من جديد في الملف الاحمر، نفتح صفحاتها ايضا من خلال ورؤية وطنية أيضا شاملة من خلال محاور نتعاطى معها مع نخبة أيضا من الزملاء اللي ممكن في كل في مجاله أن يفيدنا ويثري هذا الملف من خلال النقاش يتواصل على مدار الساعة والنصف المقبلة بإذن الله تعالى. أسعد بصحبتكم وبصحبة الدكتور
صلاح السقا الدكتور الأكاديمي واللاعب الدولي السابق وأيضا اللي ما زال في علم النفس يركض ويركض ويركض ويجري ويحاول في بحوث، وأعتقد أنه لم يتعب بعد في بحوث دراسة وأخرى وهذا البحث وذاك البحث عن رياضة وطن وعن اللاعب ونفسيات اللاعب. والله هنا الشباب يقولون تراك نفسية، أخذوها من آخر الصغار يقولون تراك نفسية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيك، سعداء بتواجدك، شكرا لبيت الدعوة. الله شكرا لك وشكرا للجميع. أيضا أسعد بصحبتكم وبصحبة الدكتور اللي كان صولات وجولات، وأنا أفخر به يعني تحديدا بصراحة لأن في يوم من الأيام كنت تحت إدارته الفنية، سعدت بمتابعته وأفخر دائما بإنجازاته. هو أكاديمي أيضا، حقق أحد إنجازاته الهامة للوطن من خلال كأس العالم، صفقنا كثيرا وكثيرا، وأسعد بتواجده معي اليوم في حديث تواصل عن الوطن وشباب الوطن ورياضة الوطن الدكتور عبد العزيز الخالد. أهلا وسهلا بك دكتور مدرب الوطني، شكرا لحضورك واستجابتك الدعوة. شكرا أبو مشعل، وأنا سعيد بالمشاركة وأتمنى فعلا أن نضيف ما يفيد المشاهد بإذن الله تعالى. أيضا أسعد بصحبة، هو اسم رائع سواء كان كإداري أو كمتابع أو كمحاضر أيضا في الكلية اللي يعمل بها من الناحية الأمنية، أسعد بصحبته اللاعب الدولي السابق الكابتن خالد الزيد. أهلا وسهلا كابتن. مسي عليكم مشعل، مسي على أستاذي الفاضل دكتور صلاح، أستاذي الدكتور عبد العزيز، وعلى الوطن ورياضة الوطن. أهلا وسهلا بالجميع. مع زملائي تقرير الحلقة ثم أعود من جديد. عندما نعيش أيام الوطن نقف وقفة أشبه بحساب النفس متسائلين، ماذا نقدم لهذا الوطن؟ عندما نتوشح خضرة هذه الأرض تزيد الهمة سعيا للوصول للقمة. على صعيد الرياضة كنا ذات يوم نتربع على قمة أكبر قارات العالم، وبشعور المواطنة الصادقة نحمل هاجس تطوير رياضتنا. أين كنا وأين أصبحنا؟ ولماذا تراجعت رياضتنا بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وهي الرياضة الشعبية الأولى في المملكة؟ نعلم يقينا أن مملكتنا الحبيبة تعج بالمواهب، وندرك أن طاقات شبابنا أكبر مما يتوقعه الكثيرون، ومن هذا المنطلق وإيمانا بالمسؤولية الوطنية للإعلام الرياضي يطرح الملف الأحمر قضية المنجز الرياضي السعودي بين الماضي والحاضر، بحثا عن إجابات شافية ووافية عن هذا البون الشاسع بين ما كنا عليه وما آلت إليه رياضتنا. فالطموح أكبر من الواقع، والمستقبل سيشهد نقلة نوعية لمن هم حولنا. ولعل سيل التساؤلات التي ستطرح على ضيوف الحلقة ستنطلق من سؤال عام، وهو هل توقفت عجلة المنجز الرياضي السعودي أم أن عجلة غيرنا كانت أسرع؟ اهلا وسهلا بكم، شكرا لزملائي خلف الكنترول بقياده زميلي ثامر الحيزان وعبد الله الطويع والشيخ صالح الشيخ، وبقياده فنيه من زميلي محمد القحطاني، اخراج اكيد من زميلي حسين حريري في الاخراج الفني. اسعد بصحبتكم بعد ما تابعنا تقرير البرنامج. الكثير من التساؤلات اطرحها على الضيوف قبل ما اطلع في فاصل الاول، لعلي اخذ منكم بايجاز حول الكثير من التساؤلات اللي طرحت يعني عن المنجز الرياضي السابق والحاضر. لا أريد أن أطيل في هذا الأمر لأنه عندي أشياء كثيرة محاور أيضا هامة، عندي طاقة الشباب بشكل عام واستثماره في الرياضة بشكل خاص، رياضتنا هل تعبر عن وطن بحجم المملكة العربية السعودية، أيضا هل نحتاج لعدد صياغة كل أهدافنا الرياضية. في هذه المحاور سأدور خلال ساعة ونصف، ولكن أعطيكم المايك دكتور وأيضا الزملاء من خلال الوقت قبل الفاصل. تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حقيقة أهني القيادة الحكيمة باليوم الوطني والشعب السعودي، وخلينا نتكلم فعلا عن رياضة الوطن، ويحلك حقيقة الحديث والكلام خاصة في الماضي. يعني نعرف أنه رياضة الوطن خطت خطوات حقيقة أكثر من مميزة، بالذات إذا جينا نتكلم عن إنجازات ونتكلم عن بطولات. لم تكن هذه الإنجازات والبطولات فقط في لعبة واحدة، ولكن في ألعاب متعددة. حقيقة خلينا نجي نقول أنه في الماضي بالذات إذا صح وقلنا حنا من أهل الماضي،
الكثير ما نتغنى فيه حقيقة في رياضة الوطن، حققت الكثير من الإنجازات، هناك أهداف حقيقة كثير مميزة استطعنا تحقيقها، ولكن السؤال هل فعلا الأهداف اللي أو الرياضة اللي كانت في الماضي هي ما نبتغيه الآن، ولا الأهداف كانت مختلفة؟ فأنا أعتقد أنه هناك كثير من الأشياء اللي لابد أن نتحدث فيها. نعم في ذلك الوقت أعتقد نجحنا، وخلينا نقول أن نجحنا بامتياز، ولكن لابد أن نعرف وش الظروف، بالإضافة إلى أنه هل الرياضة في ذلك الوقت فعلا لها أهداف تختلف عن هذا الوقت؟ أنا أعتقد نعم هناك اختلاف كبير في الأهداف. المشكلة تكون لم نستوعب هذا الاختلاف، كثير مننا لم يستوعب الاختلاف، لأننا دائما نبغى نحاكي الماضي، ومحاكاة الماضي ثق زي ما يقال بالأمريكي more of the same. يعني 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 نعمل أشياء كثيرة لنفس الشيء ولن توصلنا لأي مكان. أنا أعتقد إذا كان تخطيطنا فقط الرجوع لما عملناه في الماضي فثق تماما أنها لن تكون رياضة وطن. والله ثني على كلام الدكتور صلاح بصراحة ومشعل، هي قضية فعلا الرياضة أخذنا تاريخ جميل جدا سواء على مستوى المنافسة أو على مستوى الإنجازات. المملكة كانت حاضرة بشكل ممتاز، بدأنا بإمكانات محدودة جدا، ثم جاء وقت المنشآت الجيدة والضخ المالي الجيد للرياضة السعودية، ثم بدأت تحقق الإنجازات في وقت من الأوقات كانت مناسبة جدا سواء المنشآت أو الجوانب المالية. لو سوينا تحليل لنظام العمل، يعني نظام الرئاسة العمل على الشباب، لو سوينا تحليل وشفنا المدخلات اللي عندنا والعمليات اللي سويناها والمخرجات قبل خلينا نقول 10 سنوات كانت مقبولة تماما. مدخلاتنا مثلا تقول على مستوى المنشآت، الموارد المالية، الكوادر الوطنية اللي تعمل، اللاعبين، كل الجوانب المدخلات اللي سويناها مع العمليات الموجوده سواء عصر الهواة والتطبيق الرياضه بشكل عام اللي هي الممارسه المميزه، ياتي للنادي وثم يمارس رياضه، ممكن اي لاعب او سواء كره قدم او لعبه اخرى يعني يشاهدها شخص عادي وياتي بها من الحواري ثم يتدرب يومين ثلاثه يلعب منتخب المملكه اول. كانت هذه موجوده، العمليات اللي كانت نسويها معقوله جدا في عصر الهواة. بعدين مخرجاتنا كانت جيده، كانت المخرجات عندنا لاعب جيد كان مميز عندما نتحدث على الاقل على كره القدم، كان المنجز جيد في بطولات على المستوى الاسيوي وعلى مستوى الوصول لكاس العالم 4 مرات. الان لو نعيد هذا النظام من جديد نشوف مدخلاتنا هي نفس المدخلات، الان المنشات هي نفس المنشات، الضخ المالي لم يتغير كثيرا، الكوادر هي نفس الكوادر تقريبا ما في تغيير، اسلوب العمل اللي هو العمليات اسلوب العمل الان، وانا ضربت مره مثال وزعلوا علي بعض الاخوان المهتمين، سالم الدوسري لاعب منتخب المملكه الاول 6 شهور يلعب كوره وصل الى منتخب المملكه الاول في مباراه استراليا كنا نعول عليه هو اللي يعمل الفرق، وهو جاي فقط من الحواري في 6 شهور لعب في الهلال، لعب مباراتين بشكل جيد وصل. هذا الكلام مقبول قبل 20 سنه، لكن في الفتره الحاليه يبدو لي تجاوزنا. يجب ان نعيد الان يعني نعمل تحليل حقيقي لوضعنا، ومن خلال هذا التحليل نطلع يعني بدراسه واليه عمل مختلفه. انا اقول ان اليه العمل الان قريبه تماما من قبل 20 و30 سنه، لم يتغير شيء كثير مع بعض وجود بعض الاشياء بعض الاجتهادات. طبعا الشيء المؤكد جدا واللي احب اكد عليه، انا ما احب فقط اطلاق السلبيات فقط، اتمنى يكون الوقت معي حتى ما اطيل، لكن نقطه مهمه في تصوري، انا لا احبذ دائما جلد الذات وان دائما كل شيء عندنا خطا، لا عندنا ايجابيات وايجابيات ضخمه حتى في الوقت الحالي، وفي عمل جيد سواء من الرئاسه العامه للشباب بكل كوادرها سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى الاستشارة، موجود عمل وموجود عمل منظم. وربما نقول كلام الآن في نظرنا هو صح، لكن يراه الآخر أي شخص آخر مراقب يراه خطأ، وربما هو الآن نحلل أمور معينة ويأتي في المستقبل يقول لك لا والله واحد يا أخي أنت كلامكم مو بصحيح. هذا كل شيء مقبول لأن هذا لا زال في إطار التنظير والحديث. يبدو لي الحديث سوف يعني يتشعب، لكنها قضية مهمة جدا. آلية العمل الآن في عصر الاحتراف في عصر المنافسة، لو قارنا نفسنا فقط مع اليابان وجدنا الفرق شاسع جدا، ويجب أن نعيد النظر فعلا. نبارك للوطن باليوم الوطني، القيادة وحكومة وشعب، وأبدأ من حيث ما انتهى الدكاترة الأفاضل. الحقيقة أنا أقول أنه طالما فيه ما لم تكن في السابق أهداف محددة، وبالتالي وصلنا كان الهدف بسيط يمكن على المستوى الخليجي، وبالتالي وصلنا الى ابعد ما من هذه النقطه، وبالتالي حققنا في ظروف معينه
تخدمنا في السابق، ولكن الأهداف الأكبر والمعطيات اللي مفروض نحن نقيسها بمنجز وطن بحجم المملكة العربية السعودية يجب أن تكون على المستوى الإداري، على المستوى الاستراتيجي، على المستوى المالي، وبالتالي نصل لأهداف محددة على الجانب الفني في جميع الرياضات وليست في كرة القدم فقط. أنا أنظر أنه في الفترة الحالية يجب أن نعي ما يدور حولنا من الآخرين، كيف بنوا استمروا وصلوا وتعدوا النقطة اللي احنا وقفنا عندها، ونتغنى بمنجز وطن في السابق. يجب أن تكون أهدافنا محددة أو نظرتنا المستقبلية مبنية على استراتيجية في جميع المجالات حتى نصل لأهداف بعيدة عن الفعل وردة الفعل في 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 منجز أو في نتيجة معينة. أنا أرى أنه لدينا الكوادر الفنية والبشرية والمالية واللي ممكن تعطي إلى مستقبل واحد. أختصرها في هذا الجانب. أنا بس باختصار أو بسرعة في دقيقة. نعم طبعا اللي أنا أتكلم عنه بالضبط اللي هو الهدف، هدف الرياضة في الماضي والهدف إلى الآن. الهدف في الماضي خلينا نجي نقول أنه كان هدف رئيسي للرياضة اللي هو كيف أننا نشغل أوقات فراغ الشباب، وكيف أننا زي ما تقول keep them busy، يعني أننا نخليهم مشغولين، فيه منافسات نعملها لهم. إلى الآن هذا الهدف موجود، موجود بالرغم أنه على مستوى العالم، ولو تيجي تشوف السبب الرئيسي اللي خلت كثير من الدول تقفز لأنه تغيرت أهداف الرياضة ونحن ما نزال في نفس الهدف. طبعا حنا ما نقول إن ما في الإمكانات وما في فيه، بس المشكلة الهدف هو الهدف، والهدف ليس بحجم رياضة وطن. الهدف ليس بحجم رياضة وطن. إيه نعم. شكرا دكتور، أرجع لك بعد. أنا معكم أيضا من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال رسالة SMS، صوتك مسموع في الملف الأحمر. فاصل ثم أعود من جديد. اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد على قناتكم خليجية، برنامج الملف الاحمر والحديث عن رياضة وطن وتساؤلات نطرحها او طرحناها من خلال هذه الحلقة على ضيوفنا. طاقة الشباب بشكل عام واستثمارها في الرياضة بشكل خاص، رياضتنا هل تعبر عن وطن بحجم المملكة؟ واخيرا هل نحتاج لاعادة صياغة اهدافنا الرياضية من جديد؟ هذه المحاور اللي طرحناها في حلقة الليلة. صوتكم مسموع أيضا من خلال التواصل معنا عبر التواصل الاجتماعي تويتر أو عبر رسالة SMS اللي تتابعونها من خلال الشاشة. وأسعد بصحبتكم وصحبة الدكتور عبد العزيز الخالد والدكتور صلاح سقا والكابتن خالد الزيد معنا في الحلقة الملف الأحمر لهذا الأسبوع. كنت وقفت عندك دكتور، أرجع وأعطي بعد ما دخلنا في المقدمة اللي طرحناها، وأشكر لكم المدخل. يعني أرجع من جديد الآن في محور الأساسي، طاقة الشباب بشكل عام واستثماره في الرياضة بشكل خاص. ما يتعلق بهالشباب، يعني احنا بلد شاب، 60-70% في اخر احصائية شباب، احتضان هالشباب. كنا من اهدافنا في السابق make them busy، اوكي اشغلوا الشباب، كان هدفه تحقق ذاك الوقت. الان الامور تغيرت، يعني يجب ان تتغير الرؤية، يجب ان تتغير الاستراتيجية بالكامل. وشفنا انه الشباب والاهتمام بالشباب من خلال الرياضة ممكن ان يؤدي على عكس ما يطرحه البعض حتى من الزملاء الاعلاميين. الاهتمام بالرياضة ممكن أن يخدم التعليم، يخدم الصحة، يخدم الأمن، كم يضخ من الناحية الأمنية، كم يضخ من الناحية من الصحة، وقس عليها إذا ما أخذنا اللي دائما حافظينها من أول، الوقاية خير من العلاج. يعني حافظينها من زمان إحنا هالمقولة، ولا ندري إيش معناها، يعني ولا ندرك حجمها ومعناها. تفضل خالد. إذا يسمح لي الأساتذة، أنا يعني أنظر من إنه يعني لو وجدنا مثلا إنه الشباب، شباب هذا الوطن يمثل 60% من عدد سكان الدولة، وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة يجب أن تستثمر في شباب هذا الوطن على الجانب العلمي، على الجانب الاقتصادي، على الجانب الأمني. مهم كثير أن هذه المجالات يجب أن توضع فيها استراتيجيات بعيدة المدى في استغلال هذا الشباب، وبالتالي حيكون مخرج للدولة في المستقبل القريب أو البعيد إنه يعني نبني بنية تحتية من خلال هذا الشاب. يجب أن تتضافر الجهود في الجهات ذات العلاقة، وزارة الداخلية، التربية والتعليم، رعاية الشباب، أمانات المدن.
امانه المدن لها دور كبير وفعال، واحنا وجدنا في قد يكون احنا اقرب في مدينه الرياض انه في احياء كثيره في استثمار لهذا الشباب، في استثمار للاماكن، وبالتالي اعاده ثقافه حتى الشباب في هذا البلد. انا ارى انه يجب ان تكون هالاستراتيجيات موجوده في جميع الجهات ذات العلاقه في شباب هذه الامه. نعم، انا اذا سمحتوا لي طبعا خليني اطرح سؤال، هل الرياضه تسهم في اعداد الشباب؟ على اساس نجي ونقول انه كيف نستثمر شبابنا من خلال الرياضة. طبعا في الدول المتقدمة حقيقة وكثير من الدول اللي تحقق ميداليات أولمبية جوك ونظر للرياضة أول شيء وش المشاكل اللي عندنا وممكن أنه الرياضة تعزز أو تحسن أو تصلح من هذه المشاكل. لو نجي ونشوف على المستوى العالمي، المملكة العربية السعودية تعتبر من أربع أول دول في العالم في السمنة على سبيل المثال. مرض السكري أصبح فعلا تراها حالة خطيرة في السعودية، كثيرين مصابين بمرض السكري. طيب هل الرياضة ممكن أحصائيات مع الأسف وصلت إلى 20% وأكثر، وأكثر من 20%، يعني أنا اللي أعرفه في حدود 30، ولاحظ و30 بالإضافة إلى أنه في كثير ما يسجلون أو ما يدرون أصلاً، في ناس كثير يمشون وما يدرون أن عندهم مرض السكر، لكن السمنة من المسببات حقيقة. الصحة وكيف نصرف على الصحة من الأهمية بمكان. طيب نجي ونشوف على ضوءها إذن وش هدفنا، وش الأهداف اللي احنا نبي نحطها على أساس أننا فعلا نعزز الأشياء دي. بالإضافة إلى أنه هل اهتمامنا بالرياضة أنه فقط على أساس والله مرضى السمنة والصحة، ولا في أشياء أخرى؟ لا، في أشياء أخرى من ضمنها الوصول لتمثيل المملكة دوليا، لأنه كل ما نكبر القاعدة كل ما استطعنا اننا ننتقي نختار بعنايه. نعم، وننتقي الافضل. صحيح، وننتقي الافضل. بالعكس هذه من الاشياء، شوف هم نظروا لها كصحه، ولكن بالرغم ان منظورهم صحي ولكن ساعد على الرياضه التنافسيه. لو نجي ونشوف احنا مين اللي يرعى الرياضه هنا في السعوديه، نجي نشوف الرئاسه العامه رعايه الشباب، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، خلينا نقول الساحات الشعبية والأندية الخاصة. لو تجي تشوف كم عدد الشباب اللي مشاركين في هذه الفئات مجتمعة، لو نجي ونشوف انهم هل يوصلون 10% من المجتمع، من الشباب المجتمع، لانهم الاستيعاب اصلا قليل، بالإضافة الى انه في كثير منهم اصلا ما يستطيعون انهم يدفعوا على اساس انهم يمارسوا الرياضه. فاللي انا ابغى اقوله انه فعلا يبغى لنا اول شيء نحدد هدف، نحط استراتيجيه وطنيه للرياضه. المشكله تكمن في انه معظمنا لما ننظر للرياضه ننظر فقط للرياضه التنافسيه، بالرغم صحيح ان الرياضه التنافسيه مهمه ومهم لرفع سمعة الوطن، ولكن لابد انه يعرف متخذ القرار انه هذا جزء وجزء بسيط خلينا نجي نقول، لكن الجزء الأكبر كيف أننا فعلا نرسخ رياضة للوطن. بالإضافة إلى أنه حقيقة وإن شاء الله يجي الكلام وأستطيع أن أوضح وجهة نظري أكثر، الرياضة التنافسية اللي موجودة بشكلها الحالي، لأنه في كثير من الجوانب اللي لها علاقة بالرياضة ولا اهتمينا فيها، ثق تماما أنها نزلت من الوطنية عند كثير من المنتمين للرياضة، لأن صار الأنا وصار فقط أنا أنظر لها الأنا. إيه نعم، طلع الأنا وأنظر لها فقط من منظور آخر. هذه تضر الرياضة التنافسية. ليش؟ لأن الرياضة التنافسية على أساس توصل للمستوى العالي لابد أن يكون لك أخلاق، وإحنا دائما نقول خل أخلاقك رياضية، بس هل عندنا الأخلاق الرياضية؟ أشك يا دكتور. الله كريم. خلني أشرك معي إذا سمحتوا لي. البطل الأولمبي، يعني كانت الأولمبياد بالنسبة لنا مجرد مشاهدة، يعني نتابعها عن بعد، نحلم بأن يكون هناك مشاركة فعالة، إلى أن جاء البطلنا الأولمبي. أنا أتحدث عن الأولمبياد العالمية وليست آسيا. آسيا ربما كان لنا إنجاز في السابق جعلنا بعض الطموح، لكن بعد هادي صنعان كبر الطموح فينا في المنجز الأولمبي، وأصبحنا ننظر إلى الخارطة بطريقة أخرى وتحقيق الميداليات بطريقة أخرى. أين نحن في قائمة الدول المتقدمة أولمبيا؟
الكابتن والبطل الاولمبي هادي صعان اسعد كان مفترض ان يكون معي ايضا هنا في الاستديو ولكن ظروف الخاصه حجبت حضوره فاسعد بصحبته عبر الهاتف. كابتن اهلا وسهلا بك مساء الخير. يا مساء الخير اخ سلمان، امسي عليك وامسي على ضيوفك الكرام وكل عام وانتم بخير، كل عام والوطن بخير ان شاء الله. باذن الله تعالى. كابتن الى الحين انت ما تقدم الرقبه هذه، ترى ضاعت منها ذهبيه بسبب انك ما دخلت الرقبه هذه وقتها، صح؟ طيب فرصه استاذ سليمان بما ان الان على الهواء يعني للتذكير، انت تعرف اليوم 27 سبتمبر هذا ذكرى اول ميداليه للمملكه العربيه السعوديه، مثل هذا اليوم قبل 12 سنه في اولمبياد سيدني كانت اول ميداليه للمملكه العربيه السعوديه. بيض الله وجهك، رايتك دائما بيضاء، والمفروض انك ايضا تكون دائما حتى في تويتر حتى في برنامجنا في الملف الاحمر، لان احنا نتنفس من خلالكم على الاقل ماضي جميل عشناه. انا بستغل الوقت معاك كابتن هادي في صناعه بطل اولمبي سعودي، كيف من خلال خبرتك كبطل اولمبي سعودي يعني ما هي الوصفه اللي ممكن ان نسمعها منك ولعلها تصل الى المسؤولين ايضا في صناعه بطل اولمبي سعودي؟ استاذ سليمان اذا انت تتكلم عن صناعه البطل، ما خلينا نتكلم الان عن التكلفه ولا نتكلم عن صناعه بطل كبطل او واحد، انت تتكلم عن جيل، اذا انت تتكلم عن برنامج. احنا للاسف في المملكه العربيه السعوديه الى الان نفتقد البرنامج لصناعه بطل او صناعه فريق. ممكن الان يعني عندنا يعني مجموعه مشاريع، انا اشوف انها مشاريع طموحه مثل صندوق الفروسيه، ممكن انه يتلمس الى من اهدافه اللي هي صناعه بطل اولمبي او فريق. لكن العمل المتكامل الامانه عمل رائع يعني على المستوى حتى على المستوى الدولي. البرنامج الاخر اللي منفذ كمان في المملكه العربيه السعوديه اللي هو برنامج الصقر الاولمبي. برنامج جد رائع كبدايه كانطلاقه، للاسف هو اهمل جانب مهم، الجانب التحفيزي من المقام الاول. انما الجانب الفني في قصور واضح في هذا البرنامج، وهذا هو المتطلب. نتكلم الان على الراي العام او على المسؤولين او المهتمين بالرياضه الان لما يعتبر كابتن الرياضيين. تفضل استاذ سليمان. اسمعك تفضل. هذا بس حديث عن البرامج. اتمنى ان يكون عندنا برنامج قوي فعلا يدعم من اللجنه الاولمبيه. الان انا عهد جديد في اللجنه الاولمبيه السعوديه، انا اتمنى ان هذا المشروع هو صناعه البطل او صناعه النجم. في امور مهمه تتكلم عن صناعه النجم، اعتقد ان السعوديه ولله الحمد انا اشوف انها ارض خصبه من ناحيه الموارد البشريه ومن ناحيه حتى البيئه البنيه التحتيه، انا اعتقد انها جيده في المملكه العربيه السعوديه. لكن اللي حول النجم او البطل اللي الان نلحق معه هي بيئه التدريب، من ناحيه الاداره، المتابعه، التمويل المالي، الرعايه. هذه الامور اللي محتاجين نهتم فيها اذا احنا فعلا امام صناعه بطل او صناعه جيل او صناعه فريق في الاولمبياد. كابتن هادي صوعان بطلنا الاولمبي، وانا سعيد بان في هالذكرى تحديدا وفي يوم الوطني يكون ذكرى مناسبه لاول ميداليه اولمبيه حصلنا عليها من خلالك قبل 12 سنه في اولمبياد سيدني 2000، كان هادي صوعان موجود وكانت الابتسامه موجوده. الف شكر لك على صنع الابتسامه كابتن هادي، وكل انجاز وكل انجاز الوطن، وانت بالف خير. موفقين ان شاء الله. موفقين. شكرا كابتن. تحدث كابتن عن امور ثانيه بدخل معكم فيها ايضا، عن هو في جانب امتداد له في جانب الرياضه يعني بشكل عام. انا في بزعمي ان الرياضه اصلا اساسا هي ميدان تربوي مهم جدا، يعني يجب ان اؤكد على هذا الجانب. يعني الرياضه من خلالها نستطيع ان اول قضيه نعزز الجانب الوطني لدى الشباب، نستطيع ان يعني كما ذكر الدكتور قضيه الصحه ومحاربه الامراض بشكل عام وتقليل حتى الذهاب الى المستشفيات. الجانب الاهم اللي هو تعديل السلوك لدى الشباب، يعني الشباب يحتاج الى الرياضه لانها سهله جدا التعامل والتعاطي معها، وبالتالي من خلالها تعدل كثير من سلوكيات الشباب. لكن للاسف ان هذا لا يطبق على ارض الواقع كما يجب. نعم في نسبه جيده، لكن نحتاج الى المزيد من العمل من اجل فعلا تعزيز قضيه ان الرياضه تصبح فعلا ميدان تربوي حقيقي
تصحيح ما لدى الشباب من سلوكيات خاطئة والاستفادة من الرياضة ك يعني رغبة أولى لدى معظم الشباب. الرياضة تظل هي سواء ممارسة أو مشاهدة أو متابعة تظل هي المقبولة، فمن خلالها نستطيع أن نمر الكثير من القيم والمبادئ إلى 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 الشباب حتى نعزز لديهم هذا الجانب وخاصة الجانب الوطني، لأن الرياضة يعني لما تحقق مثلا إنجاز أو تذهب في مشاركة في تصوري لا يعدلها تعزيز للوطنية مثل المشاركة الرياضية وتحقيق الإنجازات من خلالها. لا لا لا. ثم الأهم من ذلك، المملكة العربية السعودية لديها رسالة هامة، رسالة الإسلام والسلام بصراحة. من خلال الرياضة تستطيع أن توصل هذه الرسالة بشفافية وبوضوح، أن المملكة العربية السعودية هي دولة الإسلام والسلام والمحبة الصادقة لكل الشعوب ولكل العالم. الرياضة عندما يذهب الفريق الرياضي ويمثل ويشاهد الرياضي سفير غير عادي للمملكة من خلال الرياضة. للأسف أقولها بمرارة أن الشاب السعودي وليس الغالبية لكن في عدد كبير جدا يسيء إلى المملكة السعودية حتى من خلال بعض المباريات، سواء في الشكل أو في الألفاظ أو في جوانب كثيرة. إذا عالجنا هذه الجوانب استفدنا من الرياضة كما يجب. الكابتن خالد ذكر مهمة مثلا دور الأمانات مثلا في تعزيز الرياضة. الآن في مراكز الأحياء في الرياض وفي بعض المدن في المملكة لكنها مهملة تماما. نعم هي موجودة كمنشأة لكن بدون أي رعاية تربوية، فقط عامل يضيء الملعب عزكم الله ينظف الملعب والساحات الشعبية والرياضية ولكن بدون رعاية. لذلك أنا شفت كثيرا من المواقع المراكز هذه صايرة بؤرة للتدخين، بؤرة للفساد، بؤرة لكثير من التجمعات الغير جيدة. يعني أنا في تصوري هذه المراكز الأحياء لو تمت رعايتها كما يجب بالتعاون بين وزارة المعنية سواء الأمنية أو وزارة التربية والتعليم أو رعاية الشباب، واستغلت هذه المراكز لرعاية الشباب كما يجب، لو وجدنا هناك الكثير من الفائدة التي تعود على الشباب بشكل عام. الرياضة مهمة ولا غنى عنها، ومن خلالها تستطيع بالتأكيد تمرير الكثير من القيم والمبادئ التي يحتاجها الوطن، وهي فرصة جيدة يجب أن تستغل، يجب أن لا تهمل. عندنا خلل إحنا. نعم لا شك. ويجب الاستفادة من الجميع. أنا أقصد أبو مشعل الاستفادة من الجميع يجب أن يتواجد من خلال الرياضة لمساعدة الشباب على توجيههم التوجيه الصحيح. أنا أخشى من كلامك، طبعا أحترم وجهة نظرك دكتور كابتن عبد العزيز خالد، لكن أخشى من وجهة نظرك انه اللي يسمعك عين يروح يسكونه. ترى ما عندنا لا طخوا. لا لا اكسر راسه ولا ادري ولا طخه واكسر راسه. لا لا غرق واحد في المسابح سكر المسابح يا اخي. ليش فعل ردة فعل عندي؟ اي فعل ردة فعل. مش انا يعني بس يعني استكمال كلام الدكتور عبد العزيز، انه يجب ان لا تكون الجهه المعنيه في المنشاه هي المعنيه في استثمار المنشاه في توجيه الشباب. يجب ان تكون هناك يعني حضور لكثير من الجهات ذات العلاقه فيها في جميع المجالات، يعني على المستوى الأمني، على المستوى رعاية الشباب والتربية والتعليم. يجب أن نستفيد من الطاقات في المتمثلة في المتخصصين في الرياضة في التربية والتعليم، متخصصين في الجامعات. نعم هذا يجب أن يكونوا موجودين ويعني ويعطي يعني مدلول ومؤشر جيد للشباب نفسه، يعني في تثقيفه ومفهوم تثقيف النشأ بشكل عام وتوجيه الشباب في هالجزية خاصة في هالمراحل العمرية اللي ممكن قد تؤثر بشكل سلبي في معطيات أخرى. يعني نعم طبعا هو شوف في كثير من التحديات اللي يفترض أننا نجابهها. واحد من التحديات كيف أننا نكون نعمل موازنة بين ما يحتاجوه الشباب ويبغوا يسووه الشباب وبين أننا نخلي ننظم الشباب. المشكلة في معظم الأوقات، وترى من الأشياء برضها يعني وكثير من الدراسات طبعا مهبة السعودية لكن الغربية، إذا كان يعني وتعرف الرياضة تقريبا والنشأ في كثير من الأشياء اللي تجمع بينهم، عزوفهم عن الرياضة في كثير من الأحيان لأن اللي يتحكم فيها غيرهم. هذا سبب يتحكم في الرياضة غيرهم. غيرهم يعني لو رياضيين مش ليسوا رياضيين. لا 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 أنا ما أتكلم في رياضي ولا غير رياضي. أيوة. ولكن أنا شاب عندي رغبات وعندي توجهات وأبغى ألعب ألعاب محددة، يجوا ناس يحطوا لي تنظيمات ما تتناسب مع احتياجاتي أنا، لأنهم يعتقدوا من وجهة نظرهم أنه هذا الأنسب ولا هذا الأفضل. نعم
احنا لابد اننا نراقب الشباب ولابد اننا نوجه الشباب ولابد اننا نشوف انه كيف ان الرياضة فعلا انها تسهم في بناء الشخصية، لانه كثير من الاشياء حقيقة ما تتم. لكن انا ابغى اقول شيء واحد، هل اربط هذا الكلام دكتور اربطه يعني بما يعني بما يردد لدينا بان قطاع الشباب اللي يخدم الشياب مثلا؟ لا لا شوف، مو هو لابد إن يعني انت لابد عامل. انك تلاقي شياب، لابد انك تلاقي اصحاب خبره واصحاب خبره. نعم. لكن اللي انا ابغى اقول لابد انه الشباب يشاركوا في وضع البرامج. لابد انهم يشاركون في وضع البرامج. اذا ما شاركوا في وضع البرامج مش معقول انك تسوي لي شيء انا ما ابغاه، هذا واحد، او انا او انك تبي ترغمني اني اشارك في شيء انا ما ابغاه. بالاضافه الى انه لابد ان نعرف انه الان الشباب عندهم كثير من الاختيارات، الرياضه واحده منهم. طيب كيف اننا نجذبهم للرياضه لانها مهمه على اساس اننا نكثر جيتهم، وهذه مهمه. لكن انا اللي ابغى اقوله باختصار، لو نجي نشوف بعد كل اخفاق يجي المسؤول بصرف النظر من هو ذا المسؤول ويجي يتكلم في اسباب الاخفاق، وتجي تلاقيها مكرره، والله لعيبتنا ما عندهم وعي، الرياضيين عندنا ما يلتزمون بالرياضة، اللعيبة عندنا ما عندهم مسؤولية، ما عندهم قدرة على التغذية، ما عندهم. طيب وعلى ضوءها نبي نعمل برامج. طيب هل في برامج فعلا عملت لتعديل السلوك؟ لو نجي ونشوف كل البرامج إلا تعمل لتطوير حاشة واحدة أو حاجتين، العملية الفنية والعملية الخططية، لكن العملية السلوكية اللي هم دائما يعزون لها الإخفاقات ويعزون لها كثير من الانحرافات ما لها أي هدف. أضف إلى أنه لو نجي ونشوف أنه شوف سواء برنامج أو سواء تدريب لابد أنه يكون له فلسفة، كل برامج لما لها يوسف الهذل يقول يا دكتور تعصب المسؤولين سبب تراجع رياضة الوطن، هذه تجي في السياق. نعم جزء منها والفلسفة توافق يوسف؟ يعني أنا أوافقه طبعا، ونختلف في كلمة تعصب، لأن كل واحد يقول أنا ماني متعصب بس غيري متعصب. غير متعصب، لكن أنا ماني متعصب، أنا وأنا أتكلم وأنبذ التعصب وضد التعصب. لكن تعال لما تجي تكلم في قضية تمسني ولا تمس ناديي، أنا ماني غلط، أنا دائما صح يعني للأسف. شئت للأسف. أم أبي. نعم. وهذه مشكلة ذي عندنا للأسف. لأنه شوف جزء من الرياضة تعليم المسؤولية، تعليم الحوار، تعليم الاحترام، احترام الذات، احترام الخصم، احترام الحكم، احترام الغير. هل هذا اللي قاعد يصير؟ وهل برامجنا جزء من فلسفاتها تركز عليها؟ ثق تماما في كثير من الأحيان وكثير من الدراسات والإنجازات لا تأتي إلا بقيم. جزء من القيم كيف إن أكون مسؤول، كيف اني اكون حلو. عنده انضباط ذاتي حلو، هذه من الاهميه بمكان. معظم برامجنا اذا مو كل برامجنا لا تعني بهذه الفلسفه، وما لها الا فلسفه واحده، الفوز. انا ومن بعدي الطوفان، الفوز. كابتن يقول يوسف اذا كان اللاعب يلعب بالواسطه وفي ناديه وفي المنتخب وتسخر له وسائل الاعلام لن تقوم لنا قائمه، الى اي مدى يعني؟ اذا ما ادري باخذ انا اول شيء بس بتكلم عنها بس الدكتور، اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه، يعني غايبه عن جميع امورنا يعني، وجانب مهم فيها الرياضه. المسؤوليه الاجتماعيه من الجهات ذات العلاقه في هذه التركيبه. ولما تكلم الاخ في هالجانب انا اعتقد انه الاعلام، اسمح لي يا ابو مشعل، انه قد يكون الاعلام هو المؤثر وهو الموجه للشباب من على المرئي او المسموع المشاهد، هي من يؤثر فيه، يتغنى فيه انه الانتماء للانديه اكثر من الانتماء للوطن. اللاعب يلعب يعني هي ليست بهذه الشكل يراه المسؤول او من يعني تكون عليه المسؤوليه في الرياضه السعوديه على المنتخبات او الانديه، يعي الشخص انه هذا التوجه او ما يكتب في هذا الجانب ليس بمعنى ان يكون يعني هو الواقع ابدا. انا ارى انه قد يكون فيها نوع من الصحه، ولكن ليست هذه الجمله انها تكون يعني هي الاساس فيها. هي في جزئيه ابو مشعل، يعني كلام امتداد كلام كابتن خالد، هي قضيه يعني فعلا الدكتور ذكر انها المفروض تعدل السلوكيات. الان انا اعطيك نقطه مهمه جدا، في كثير من اولياء الامور يتردد كثيرا في ارسال ابنه الى النادي نعم. او ممارسه الرياضه. لماذا؟ لان الاجواء غير صحيه،
وهذه حقيقة بيئة طاردة يعني؟ يعني نعم بيئة طاردة وليست بيئة جاذبة، وبالتالي يجب أن نعيد النظر في تركيبة يعني في أهداف الرياضة، في تركيبة القائمين. يعني أنا لا أقلل من أعمال الآخرين، يظل العمل في اجتهادات، لكن آلية العمل في الأندية غير جيدة. الهدف مثل ما ذكر الدكتور هي قضية الفوز، وليس الفوز فقط في يعني لا يخطط على الفوز عقب 5 سنوات، في هذا الموسم فقط يريد أن يحقق البطولة. لذلك حتى الألعاب ألغيت من الأندية، يقول يا أخي أنا قاعد أصرف على 10 ألعاب، ألغى ألعاب عشان أركز على كرة القدم، وبالتالي أسوي عمل إنجاز فيها. تصرف الملايين الكثيرة لخطط غير طموحة، لتفكير محدود، ولهدف قريب المدى اللي هو تحقيق بطولة هذا الموسم. بالتالي وإذا لم تحقق استثمار هالشباب محدود أيضا، فقط محدود الهدف أني فقط أحقق البطولة. رئيس النادي يمشي لو ما حقق البطولة، الملايين تروح خلاص خسارة، لأن يعني ممكن ملعب يحتاج ودينية. أبدا يعني ممكن منشأة مثلا تحتاج إلى 100,000 ريال ما لن تجد أحد يدفعها في النادي، لكن لاعب يحقق لي إنجاز هذا الموسم ب10 مليون ممكن أجيبه، ما عندي مشكلة. وهذا هو السبب اللي أنا أتحدث فيه دائما وأقول أنه آلية العمل في الأندية آلية عمل ارتجالية غير مؤسسية تماما، العمل المؤسسي غائب من الأندية، والخطط أو البحث عن النتائج الوقتية والقصيرة المدى تماما، لا يوجد تخطيط لأهداف قادمة. ويجب أن نؤكد على كذلك نقطة، أنه يجب إحنا نتكلم عن مسارين اللي هو الرياضة للجميع والممارسة وتكلمنا فيها، والجانب التنافسي. الجانب التنافسي مهم، الجانب التنافسي يرفع اسم المملكة، يقدم لك الإنجازات، هذه الإنجازات تعمل دعاية المملكة غير طبيعية، لا أهم من أي شيء ثاني، لأن الرياضة توصل من خلالها أنت كثير من الأفكار. لو أردت أن تكون فعلا الرياضة يعني أو الرياضي سفير البلد، نعم بالضبط. وهي أصبحت الآن صناعة الرياضة، أصبحت صحيح. التنافس لماذا سبقون مثلا اليابان على سبيل المثال، وطرحتها أكثر من مرة، ليس فقط في كرة القدم ولكن في معظم الألعاب، لأن عندهم تنظيم وعندهم خطط، يعرفون شو يريدون بعد 10 سنوات بعد 20 سنة. الآن تفكيرنا محدود، الأندية وخاصة في الأندية تحديد الأفكار يعني فقط النتائج الوقتية هي الهدف الأول والثاني والثالث فقط. نعم. أما أنك تعمل للمستقبل لا يوجد. أنا بس إذا سمحت لي بعض بس المداخلات، والله يعني أنا بطل عليها طبعا من خلال تويتر أيضا وبشوفها، يعني يقول ليش ما تتكلمون عن جيزان وعن نادي حطين بقلة الإمكانيات. في كثير من النماذج جميلة أيضا، يعني والله ما تعودت عليها، بأن طارق عاد أشيلها وأحطها بس ما عاد أعرف أقرب دونها يا الربع. في حطين من الأمثلة، في كثير من الأمثلة الجميلة، وفي الملف الأحمر ناويين إن شاء الله أن يكون في ملف خاص بالشيء الجميل أيضا. يعني حطين شيء يعني مثال رائع، الفتح وما يقدم الآن بصداد دوري زين وتارك أصحاب الملايين وراه مثال أكثر من رائع، والكثير والكثير من الأمور اللي ممكن نأخذها. تفضل دكتور. أنا بس أبغى أضيف، طبعا شوف المنافسة جزء من الحياة والحياة منافسة، ولكن لابد أن نعرف وش تعني المنافسة وكيف ننافس بشكل جيد وكيف أننا نستمر في المنافسة. ما نبغى ننافس في سنة وسنتين أو خلينا نقول بطولة أو بطولتين، لا، حنا نبغى الرياضة السعودية تنافس دائما ودائما تكون بإذن الله كلمة لا إله إلا الله خفاقة، هو العلم السعودي خفاق. إذا لابد أننا نعرف وش استراتيجيتنا للمنافسة، فحنا لما نجي نتكلم عن المنافسة وننتقد المنافسة، حنا ننتقد الاستراتيجية حقة المنافسة، ولكن لا، المنافسة جزء من الحياة، وإذا لغيت المنافسة أنت لغيت الحياة، لأنها هي في الحياة. وحنا ندعي نقول أن الرياضة هي تعلمنا وتهيئنا للحياة، فحنا نبغى لما تكون منافسة عادلة، منافسة بخلق حقيقة وبتميز، والجهد يكون فيها مهم هنا. ثق تماما أنه ذي نستطيع أن ننقلها حتى للحياة العامة، لأنه يهمنا أن يربط الشاب السعودي بين الجهد وبين اللي يحصل عليه، وهذه مهمة. أنا معك دكتور، بعد الفاصل برجع لك كابتن أيضا وبأتواصل معكم وفي مداخلاتكم اللي معنا، الكثير من الأمور المتعلقة أيضا ب احتواء هذا الشباب من خلال الرياضة، وتحدث عنه الكباتن في الاستوديو. بعود أيضا إلى أنه صياغتنا وصياغة رياضتنا، هل رياضتنا بحجم مملكتنا؟ تساؤل أطرحه بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الثاني للبرنامج والحديث عن رياضه وطن بمحاورها الثلاثه، طاقه شباب بشكل عام واستثمارها في الرياضه. هل رياضتنا تعبر عن حجم مملكتنا؟ والمحور الاخير اللي بتطرق له اللي هو هل نحتاج لاعاده صياغه اهدافنا الرياضيه؟ طبعا اتواصل معكم ومع نجوم هذا الاستديو ومعكم من خلال تواصلكم عبر تويتر او عبر الرسائل الاس ام اس، واقرا ما تذهبون اليه ايضا، بس اعرض بعض ما ذهبت اليه، وان كان البعض منكم له اراء احترمها جدا وبتطرق لبعض ما ذكر منها مع الوقت ومع نجوم اللي معي الدكاتره الدكتور عبد العزيز الخالد والدكتور صالح سقا والكابتن خالد الزيد بإذن الله تعالى. في الدقائق إذا سمحتوا لي أبغى أطلع باستطلاع الزملاء بكاميرتهم أيضا في الشارع الرياضي، رؤية هالشباب، رؤيتهم حول الرياضة في السابق والآن، ماذا يعني ماذا تحتاج رياضتنا؟ الشارع الرياضي كان له وجهة نظر من خلال رصد كاميرا ملف البرنامج الملف الأحمر. لماذا تراجعت رياضتنا؟ والله شوف، يمكن اول سبب في تراجع الرياضه السعوديه يمكن بالذات في كره القدم هو كثره الاموال اللي تصرف اللعيبه المحترفين. يعني لاعب محترف صغير في السن يجي مبلغ من 10 مليون وفوق، يعني ما حصل عليه هو في حياته او من والده، يحصل عليه في يوم وليله، اكيد انه بيتراجع، خلاص وصل المبلغ اللي يبغاه هو. بدايه الاحتراف كانت ضعيفه كلنا يعترف فيها طبعا بالسعوديه. الاحتراف بشكل كامل يعني المقصود فيه انه التاسيس جيد للاعب، كيف اللاعب يتاسس من البدايه، تغذيه سليمه، الجدول اليومي للاعب. من اسباب تراجع الكره السعوديه العقود العاليه للاعبين، مما ادى الى فقدان الروح والغرور لدى اللاعبين وعدم ثبات المستوى وعدم الاهتمام لمستوى المنتخب سواء في المشاركات الخارجية ولا الخليجية. والله أتوقع طول عمر اللاعب نفسه أو اللاعبين أخذوا الرياضة كهواية مش كوظيفة، مو حاطينها وظيفته الخاصة العامة. والله أتوقع تراجع الرياضة في السعودية بسبب الاحتراف لو تطبق 100% أتوقع أن الرياضة السعودية هتتطور أكثر. ما في تطبيق احتراف 100%، حتى تجارب الاحتراف اللي صارت قليل يعني. والله انا من وجهه نظري انه تراجعت الرياضه عندنا في السعوديه بسبب انه حددنا يعني او ركزنا على شيء معين بس اللي هي رياضه كره القدم، يعني ما طلعنا في رياضات ثانيه او اعطينا اهتمامنا للرياضات الثانيه. فكل اهتمامنا سخرناه بشكل واحد اللي هو بس عن كره القدم، ونسينا الرياضات الثانيه اللي هي ممكن تكون اهم، او حتى يعني ما طلعنا بمراكز ان نافسنا في الرياضات الثانيه. ثاني شيء احنا نشوف ونلاحظ اللعيبه السعوديين غير عن اللعيبه الاوروبيين، يلعبون باول شيء اللعيبه الاوروبيين بروح ما همتهم الفلوس، اما اللعيبه السعوديين يلعب بالبدايه اول ما يطلع ناشئ او من الفريق نفسه وعطوه كم من مليون خلاص ينزل اللاعب، يصير هم اللاعب السعودي هو الفلوس بس. فهذه انا بعطيها يعني بدون اي تردد ان اللعيبه السعوديه كلهم فلوس. الصراحه يعني انا بشوف ان التنافس في ارضيه الملعب صار بعيد كليا عن هو الواقع للعب والتكتيك وزي كذا، صار كله يعني عن الجمهور، اعلام، مين افضل لاعب، ما صار يعني تركيز على المستوى الفني. يعني ما في احد يبحث عن مين افضل مستوى فني، مين صار بعيد جدا عن، صار حتى شيء ثاني صار اكثر ماديا. شكرا للزملاء. الشارع الرياضي اصبح واعي ومثقف جدا في نظره الكثير من الاراء، اتفق معها وبيستعرضونها ايضا الكباتن والدكاتره معي هنا. ايضا السلطان يقول انه يا ليت تفرقون بين الرياضه وكره القدم، الرياضه بشكل عام يعني مقبوله لكن تحدثون عن كره القدم فهو للاسف من وجهه نظره. محمد يقول حمل تعطل الكره السعوديه للاتحاد السعودي عدم توظيف المختصين في الرياضة السعودية. وأيضا أنا أريد من المسؤولين الاهتمام بالمنتخب الأولمبي، هذا أخونا محمد الغريب يقول أتمنى فتح ملف الواسطات في اللجان وما لجان، والله تعرضنا له غريب وحنتعرض لمرة أخرى. الأيديولوجي يقول هدفنا نفعل كذا وكذا، أعطوني هدف الوصول سنة كذا، مو إحنا والله، إحنا مو صاحب القرار يا غريب، يا طول عمرك يا أيديولوجي، مو أنا صاحب القرار، أنا قاعد أناقش الوضع فقط معك، لكن أتفق معك يجب وضع آلية وضع أهداف، هذا نتكلم عنها اللي وضع الاستراتيجية.
ايضا يقول والله ما دام الرياضه لرجال الاعمال واصحاب البشوت. في تطرف احيانا في النقد، يعني انا اتفق معك لحد ما، لكن مو في كل الموضوع بشكل عام. الملكه تقول سبب تدهور رياضتنا اننا ما زلنا هواة، اخذنا من الاحتراف فقط اسمه والباقي تركناه، النهج يصير عليه في رياضتنا خاطئ خاطئ. زناد يقول سبب تراجع الكره السعوديه هي الملايين، في ناس ما عرفت تستخدمها صح. هذا تقريبا الراي، والراي لكم انتم ايضا في طرح كل ما يتعلق بهذا الامر، وان كنت انا ايضا اسيق هذا كله في محورنا، هل رياضتنا بحجم مملكتنا؟ تفضل دكتور. لا طبعا بالتاكيد لا، لكن لا شك في اضاءات جميله، يعني لو اخذناها جانبين، الرياضه للجميع والعام الان في وعي بصراحه، الشباب اللي تحدثوا قبل قليل عندهم وعي. الان لو تلاحظ انتشرت مراكز اللياقه البدنيه العامه اللي حتى بمبالغ ماليه الناس تدفع عشان تمارس الرياضه. في وعي، لكن لا زلنا نحتاج الى المزيد، هذا في جانب الرياضه العامه، لكن اللي نسميها الرياضه للجميع او الممارسه العاديه، الممارسه الحره. لكن الرياضه التنافسيه لا اقل بكثير من اسم المملكه، المملكه يعني وصلت كاس العالم في كره القدم 4 مرات وحققت كاس اسيا 4 مرات او 25 سنه وهي الاول والثاني او 30 سنه حتى. مع ذلك الان في تراجع ويبدو لي يجب ان نقنن، يعني لعبنا في جوانب هي 4 أو 5 مرات بس حققنا 3 مرات. ثلاث لعبنا 4 وحققنا، لكن يعني انا اقصد ان الرياضه حتى على مستوى الاولمبي يعني على الفروسيه او العاب القوى او بعض، لكنها اقل بكثير من طموحاتنا وامالنا، لانه على القدرات الموجوده على المواهب حتى الموجوده، بالمناسبه المملكه فيها مواهب غير طبيعيه. يعني لما اتحدث عن كره القدم بحكم التخصص في مواهب لكنها لا تصقل كما يجب وتتوقف عند حد معين لانها لم تؤسس كما يجب. في كثير من الانديه الان فقط يبرز في مباراه مباراتين ويصبح لاعب ويدفع له الملايين، لكن لا تتم رعايته كما يجب من العمر الصغير، يعني من 10 سنوات 8 سنوات الى ان يصل الى عالم الاحتراف كما يجب في التاسيس الحقيقي. تاسيس من خلال ذكرها احد الشباب في التقرير اللي هو معرفه يعني حقوقه وواجباته، التاسيس من حيث الجانب التربوي، الفكر الاحترافي، وشلون يتعامل مع الاحتراف، هذا مفقود تماما. يعني فقط هي اجتهادات. والدليل انا طبعا ضد الناس تقول العقود كثيره، العقود حق، لانك انت في سوق اذا طرح السعر عقد اللاعب طبيعي انه يرتفع بالعرض والطلب، فلا تستطيع ان تحجمه، لكن نبغاه يعمل مهما كان. ما ياخذ السؤال كيف تطالبه وانت لم تؤسسه كما يجب، انت تطالبه ان يقدم قد ما ياخذ من الفلوس. في خلل في المعادله. يعني انا اذا ما يستحق. لا 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 يستحق، انا رايي يستحق. ليش؟ لانك انت في ميدان، وبعدين تجيب احيانا لاعبين محترفين يجلسون في على دكه الاحتياط وياخذوا ملايين. لكن انت اللاعب هذا انت عشان توصل عالم الاحتراف اسسه صح، أسف في تغذيته الحقيقية، في عالم الاحتراف، في الفكر الاحترافي، في الثقافة الرياضية، تبدأ معه الاحتراف مو صغير. نعم. والفكر الاحترافي يجب أن يصل إليه اللاعب عندما يصل لعالم الاحتراف ويوقع العقود، عارف وش له وش اللي عليها. الآن للأسف لاعبين يعني ربما يكون عدد كبير جدا من اللاعبين مهملين في حياتهم، والدليل نشاهده الآن كثير من اللاعبين يتم إيقافهم، يتم معاقبتهم لأنه غير منضبطين، ما يعرف وش القيمة اللي هو فيه، يعني ما يقدر موهبته حتى، ولا يقدر الناس اللي تتابع. يعني في جمهور يتابعك وناس تحبك وإدارة تتعب عليك ومدرب يريدك أن تكون متواجد في الملعب كما يجب، لكنك أنت سهران أمس إلى الفجر وجاي للتمرين مرهق وعيونك محمرة من السهر وأكلك سيء جدا، وقس عليها كثير من الجوانب حتى الجوانب السلوكية، في خروج عن النص، في ناس يا أخي تسافر خارج المملكة يوم وترجع قبل التمرين، فيه يعني خلل في تدخين بشراهة، في 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 في. إذا ما نعيد النظر سوف نستمر على هذا المستوى. أنا يعني أتكلم فيها الدكتور، أتكلم فيها الدكتور عبد العزيز، اللي هي المفروض أنه حتى في المستوى التعليمي مهم أنه يرتبط بالاحتراف، هذا مهم، وبالتالي أن كل احتراف شبه احتراف من النشأ يرتبط برضه بالتعليم. هذه نقطة مهمة وجوهرية حقيقة، يعني يجب أن نقف عندها كثير. الجانب الآخر في وضع العقود الكبيرة الآن، يعني النظام يغير الآن، لم يعني حيكون بدون مقدم عقد، وبالتالي بالإنتاجية. نعم، بالإنتاجية تأخذ قدر ما أنت تعطي، تأخذ قدر ما أنت تعطي، وهذه يعني حيكون فيها على الجانب السلوكي وعلى الجانب الفني وعلى الجانب الانضباطي، هذه موجودة يعني، وأعتقد أن هذه ممكن تساهم وتساعد فيها. الجانب المهم يعني أنا يعني أسترجع تو الإنجازات عندنا، كأس العالم الناشئين
كم نجم وصل إلى 94 وشارك في 94 و98 و2002؟ شوف عدد النجوم اللي كانت موجودة. بالتالي اهتمامنا بالقاعدة بالناشئين يعني مجموعة أكثر من 6 إلى 7 لاعبين استمروا من 87 حتى 98 إلى 2002 في كأس العالم. وبالتالي الاهتمام بالقاعدة يعطي مؤشر قوي لإنجازات بعيدة المدى على أكثر من 10 إلى 15 سنة. طبعا أنا أرجع للسؤال الأساسي اللي هو هل رياضتنا أو إنجازاتنا بحجم رياضة الوطن يعتمد وين نقيمها وكيف نقيمها؟ طبعا لما نجي نتكلم على المستوى العالمي والمستوى الأولمبي طبعا الآن ما حققنا إلا كم 4 ميداليات في تاريخنا ككل، وفي لعبتين يعني محددة، ألعاب القوة والفروسية، ما في شيء غيرها. نجي على المستوى الآسيوي، في خلينا نقول مناوشات سواء في كرة القدم، في كرة اليد طبعا ما قد حققنا ولا ميدالية، في الطائرة ولا ميدالية، في ألعاب القوة نعم فيه أشياء جيدة، في بعض الألعاب الفردية زي التايكوندو الكاراتيه حققنا. اي نعم، يعني كرة اليد فقط تأهلنا لكأس العالم. نجي على المستوى العربي والخليجي، نعم في تحقيق، لكن احنا وين نبغى؟ على اساس نجي نقول انه هي فعلا في حجم الوطن. لكن خلينا نجي نقول، طبعا انا اشكر حقيقه كل اللي تقابلت معاهم منتقين حقيقه، نقدر نقول بالعيانه او خلينا نجي نقول انها راندملي اللي هو عشوائي، وفعلا يعبرون عن ثقافه حقيقه الشباب. وهذه اللي احنا نقول الشباب هم ادرى بمشاكلهم، وفعلا شفت انت المسببات اللي اعطونا هي الشباب كلها حقيقة واقعية. خلينا نجي أمسك اللي ركزوا على المادة. أمس وقعت في يدي بحث أو مقالة وغربية، وكلهم يتكلمون كيف إنه المادة غيرت مسار الرياضة في كثير من الأحيان. جزء من العملية نعم، لأنه كثير من الأفراد لما يحصلوا على المال خلاص يبدأ يتهاون، ما عاد يكون عنده طموح. وفي كثير يقول لك انه الرياضي لابد انه يكون عنده طموح، وهل الماده هذه توقف الطموح؟ للاسف عندنا في السعوديه نعم الاحتراف وقف الطموح، ساعد فيه كثير من المعطيات اللي وجهت الرياضه على اساس اصبحت فيها ماده، فيها اموال كثيره، لابد ان نبغى يكون فيها اكشن، نبغى فيها اثاره. الاثاره هذه ما عاد صارت تركز على الاداء كاداء، ولكن صارت تركز على المنافسة، المنافسة الشرسة اللي ما لها علاقة أساسا بتطور الرياضة في كثير من الأحيان. وأنا أعتقد أن الشباب كانوا يتكلموا أنه كيف نرجع أنفسنا، لأنه نركز على الأداء، نركز على العامل الفني، لأنه العامل الفني هو اللي بيحقق المنافسة، هو اللي بيحقق الأداء، هو اللي بيحقق حتى طموحك في الحصول على المال. صالح الجليفي يمكن يتماشى مع ما ذكرته، الكرة السعودية لها قصص والروح اللي كانت عليها الفرق السعودية وافتقدناها، بدليل عطاءات اللاعبين تختلف من الأندية إلى المنتخبات وتأهل الأندية وما إلى ذلك من الأمور. يعني صالح الجليفي أيضا في ربما يصير مع نفس ما توجهها دكتور. نعم، وحقيقة شوف ترى هي في توجهات كثيرة، وكل واحد ينظر لها حسب منظوره كيف فعلا أننا نعزز الرياضة. المشكلة أنه عندنا دائما زي ما قلنا نركز حنا فقط على الجانب الفني. الجانب الفني نعم مهم في اللاعب، وحنا دائما اننا نقول انه اللي يحضر اللاعب للملعب بصرف النظر عن اللعبه، الجانب الفني والجانب خلينا نقول البدني هم اللي يحضرك، لكن اللي يبقوك اشياء اخرى. كثير من المتميزين والمهره والمواهب فقدناهم بسبب اسباب اخرى، وهي اسباب لها علاقه بالقيم السلوكيه والسلوكيات صحيح. والروح صحيح. والعزيمه والاصرار. معظم اللاعبين أو الرياضيين السعوديين، مو بس اللاعبين ترى، حتى إدارات الأندية ما عندهم أهداف محددة. أوقف أنت علي دكتور إذا سمحت لي على الأهداف. حتى إدارات الأندية ما عندهم أهداف. زميلي تركي الدعدم الله يمسيه بالخير اللي كان يواصل ركضة جميلة من خلال الملف الأحمر أيضا اللي أمسي عليه، يقول على الدخل اللاعبين أنه دخل اللاعب مقارنة بالمواطن الآن اعتقد هل هناك كانت 12,000 او يمكن توصل ل 120,000 تركي. اذا سمعنا ان تجديد لاعب يبغى يجدد في 5 مليون ريال في السنه، لما تقسمها كم يكون راتبه في الشهر؟
بعد الفاصل هل نحتاج إعادة صياغة أهدافنا الرياضية في الملف الأحمر؟ اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم بالجزء الاخير من هذا البرنامج الملف الاحمر عبر قناتكم خليجيه. وناقشنا محاورنا في بدايه هذه الحلقه عن طاقه الشباب بشكل عام واستثمارها في الرياضه، رياضتنا هل تعبر عن حجم وطن بحجم المملكه، ومحورنا الاخير هل نحتاج لاعاده صياغه اهدافنا الرياضيه بصحبتي كل من الدكتور صلاح السقا والدكتور عزيز خالد والكابتن خالد الزيد اللي كان حوار ثري من خلال نقاشهم في المحاور السابقه. بتواصل معكم ايضا عبد الله الحبادي يقول هل رياضتنا بحجم الوطن وطول شواطئ المملكه اكثر من 2500 كيلو متر ولدينا مئات الجزر وليس لدينا تمثيل للرياضات البحريه. وبعض الرموز الله صعب اقراها بس اعتقد انه شوق او رياضات الان ليست بحجم المملكه خصوصا كره القدم بسبب مغالاه اللاعبين في العقود وسهوله دخول اللاعبين في تشكيله منتخب من عدمها. محمد الطوة ان شاء الله انت اسمه صح يقول رياضات تحتاج للفكر قبل المال، لو لاحظت نستخدم المال قبل الفكر وهذا ما كما يرى دهور رياضتنا. أنا أشيد أيضا ولا أنسى باللقاء الجميل والمميز للأمير نواف بن فيصل هنا في روتانا خليجية مع زميلي المتألق دائما تركي العجمة في برنامج كورة، تحدث وضع النقاط الحروف عن الكثير من الأمور المتعلقة أيضا بصياغة الرياضة الوطنية وترجمة الفكر الرياضي، وقال حاسبوني أيضا، يعني كان حوار الموسم حقيقة مع زميلي تركي العجمة كان متجلي الأمير نواف في حديثه عن الرياضة والتزامات الرياضة ومن ذلك من أمور في برنامج كورة، برنامج كورة متميز اللي تتابعونه ليليا في الساعة 11:30 دائما على قناة خليجية مع زميلي المتألق تركي العجمة. أعود من جديد، ما تبقى لدي من وقت كباتن، هل نحتاج إلى إعادة صياغة أهدافنا الرياضية من خلال ما تعطيناه وتناولناه من أول في البداية؟ بالطبع الرياضة السعودية محتاجة إلى إعادة صياغة حقيقة، زي ما قلنا أنه الهدف اللي من أساسها أنشئت الرئاسة العامة لرعاية الشباب اللي هو كيف أنها تتيح أو أنها تساهم في وضع أنشطة رياضية للشباب في ذلك الوقت. خلينا نجي نقول أنه حتى عدد الشباب قليل، عدد الأندية قليل، الأندية ما كان لها ذيك الأهمية اللي موجودة الآن، الآن تغير الهدف. الهدف الآن الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليست مسؤولة فقط عن الرياضة التنافسية ولكن هي مسؤولة عن الشباب بشكل عام ورعايته. نجي ونشوف أنه في ذلك الوقت اللي أنشئت فيها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، نعم ما كان موجود مساحة للشباب إلا المجال الرياضي، الآن فيه أشياء كثيرة تنافس الرئاسة العامة لرعاية الشباب. طيب كيف أننا نفعل دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإعادة صياغة الـ 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 الأهداف اللي من أجلها نوضع الرياضة؟ واحدة من الأهداف حقيقة لابد أنه وضع استراتيجية وطنية للرياضة، مو يشارك فيها فقط الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، على الأقل هؤلاء، وزارة الداخلية، الخمس جهات هذه من الأهمية بمكان في الجلوس وضع خطة استراتيجية متكاملة لإعادة صياغة أهداف الرياضة والشباب. لأننا فعلا لو نجي ونشوف أنه الرياضة تراها أمن قومي، الرياضة لها علاقة بالصحة، الرياضة لها علاقة خلينا نقول بالتنشئة الاجتماعية للرياضيين. طيب هل فعلا الرئاسة العامة لرعاية الشباب حاطة في اعتبارها هذه الأهداف في صياغة أنشطتها؟ نجي فعلا كثير من الرياضات الآن خلينا نقول أسف مقاطعة لكن توافقني أو لا، يعني الرئاسة العامة في الأخير مفروض أنها أداة تنفذ هذه الاستراتيجية. لا 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 لا، وهي من جميع قوى الأدوار هي تسهم في تسهم في وضعها لأنها هي معنية بالشباب. نعم. تسهم في وضعها. خلينا نجي نقول أنه وزارة التربية والتعليم الآن قامت تقوم بدورها، وضعت استراتيجية نتمنى أن التنفيذ يكون بالشكل المطلوب، ولكن الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم لن يكون لها قائمة
في الذات على المستوى التنافسي إذا لم يلحقها باستراتيجية متكاملة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب. توزيع المنشآت الرياضية من الأهمية بمكان وأخذها في الـ في الـ في الاعتبار وصيغتها. ليش نبغى منشآت رياضية؟ طبعا لمارسوا فيها الشباب، بس كيف نبي نمارسهم؟ إعادة فلسفة الرياضة في السعودية برضه مهم، لأنه كل ما حددنا الفلسفة وحددنا الهدف ثق تماما كل ما وصلنا للمستوى العالي وكل ما حققنا طموحاتنا اللي حنا نصبو إليها. لكن من غير وضع فلسفة واضحة، يعني يجب أن تكون هذه الرؤية والاستراتيجية من أعلى، من أعلى، نعم، من الدولة. يعني من شوف مين اللي شوف أنا كل ما أقنع المسؤول بأهمية الرياضة كل ما استطاع أن المسؤول يساهم. هو بالتأكيد مقتنع دكتور، هو مقتنع. لا لا لا، المسؤول مقتنع، مقتنع بس مو مقتنع، مو هو مقتنع المسؤول بأنه فعلا الدور اللي قاعدين تكون فيه الرياضة التنفيذ فعلا مهم. لا لا، أنا أقصد للصرف دكتور أو يستاهل الصرف. كلامك صراحة دقيق وممتاز جدا، لكن قضية القناعة المسؤول الكبير يعني بدءا من الملك حفظه الله يعني يعرف تماما أن الرياضة مهمة، ولذلك تم إنشاء يعني من زمان كل القادة أنشأوا الرئاسة العامة للشباب، اسمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. في آليات التطبيق هو الخلل. يعني مثلا خلنا نقول أضرب لك مثال، الأندية الآن ما هو الهدف من إنشاء النادي الرياضي؟ أول كان هدف رياضي ثقافي اجتماعي، كثير كثير من الأهداف، بس تغير الوضع، رعاية الشباب، شغل أوقات الفراغ، تعزيز الجوانب الوطنية للشباب، هذه الأهداف اللي كنا نتكلم عنها. الآن الأندية، أنا أضرب لك مثال في كرة القدم الآن في الرياض، الآن تغير الوضع، تغير طبعا. الآن في الرياض يتمرن حوالي 15 نادي، بتقول لي الرياض ما فيها إلا 4 أندية، لكن في أقل العمر أكثر من 15 أو 20 نادي يتدربون في الرياض كرة قدم. معظم المدن القريبة من الرياض تمارينها في الرياض. ربما الآن لأن الشباب موجودين في الرياض، إذا في خلل. طيب النادي اللي موجود في المدينة نفسها، المدن القريبة من الرياض، في مدن كبيرة الآن فيها جامعات لكن فرقها الرياضية تتدرب في الرياض، إذا هناك خلل. هذا الخلل لا يفيد الرياضة السعودية، لا يفيد الشاب السعودي الموجود في 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 المدينة الأخرى خارج مدينة الرياض. أنا أقول لك هذه في آليات التطبيق، يعني الأهداف واضحة لدى الناس، واضحة لدى المسؤول، ويهتم بالرياضة ويهتم برعاية الشباب موجودة، لكن أثناء التطبيق هدفنا فقط تحقيق البطولة. لذلك نادي عنده منشآت وعنده شباب موجودين لكن اهتمام فقط في فريق كرة القدم وموجود في الرياض يتدرب فقط، ثم يذهب يلعب المباراة في مدينته، وهذه لا شك أنها إشكالية كبيرة، وهذه الإشكالية تعطل كثيرا الأهداف اللي نريد أن نحققها للشباب. لابد أن نتحرك في جانب تعزيز يعني الأهداف أو خلينا نشوف. لا لا، بشوف بس هالجرافيكس مع الشباب عن انجازات قبل ما اعطيك فرصه ايضا خالد، بشوف الشباب يعني اعطونا ملخص للانجازات اللي تحققت سواء على مستوى المنتخبات او على المستوى الاولمبي. انجازات الرياضه السعوديه، اولا الانجازات على صعيد كره القدم، وصول المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 4 مرات متتالية ابتداء من عام 94، الوصول إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 5 مرات والظفر باللقب في 3 منها، الحصول على بطولة كأس العالم للناشئين باسكتلندا عام 89، الحصول على بطولة كأس الخليج لكرة القدم 3 مرات. ثانيا الإنجازات على المستوى الأولمبي، حصول العداء هادي صوعان على فضية دورة الألعاب الأولمبية في سباق 400 متر حواجز في دورة سيدني عام 2000، حصول الفارس خالد عيد على برونزية الفروسية في دورة سيدني عام 2000، حصول فروسية السعودية على برونزية قفز الحواجز للفرق في دورة لندن 2012، تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات أولمبياد دورة لوس أنجلوس عام 84. في لوس أنجلوس the Arabs came، هذا at that time لما كانوا قاعدين يرددوا لها. أيضا آسيويا بطلنا الأولمبي سعد شداد، مع سعد تفضل خالد. أنا يعني كان لي حديث مع أحد الدكاترة والمهتمين بالرياضة، فقال هل الرئاسة العامة هي رعاية الشباب أو رعاية بعض الشباب؟
يعني هذه اتمنى انها مثلا توضع يعني في عين الاعتبار على يعني النخبه من الشباب وليس رعايه الشباب. في حديث سابق يعني سمو الامير فيصل بن عبد الله وزير التربيه والتعليم اعتقد تكلم انه فيه اجتماعات متواليه مع الرعايه الرئاسه العام لرعايه الشباب في هالجانب فيما يخص النشاط المدرسي او الرياضه المدرسيه وهي الاساس اللي احنا قد نكون يعني في مرحله انطلقنا منها. يعني هذه يعني هذه الامور مهمه كثير انها تربط ذات الجهه ذات العلاقه في خط واحد يعني نبدا منه. يعني الجانب الاخر كلام سمو الامير نواب بن فيصل حقيقه اللي تطرق في برنامج كوره اعتقد هي عباره عن صياغه الاهداف في هذه المرحله من جديد واعتقد انها هي من يعني يتحدث في صياغه الاهداف لهذه المرحله وانطلاقا منها للمراحل المستقبليه. انا باختصار لما نتكلم عن الاهداف وصياغه الاهداف لابد ان نعرف احنا نبغى ويهمنا الرياضه التنافسيه الان ونوصل للقمه. الرياضه التنافسيه لن تكون الا بمحفزات، محفزاتها لابد اننا نصيغ الرياضه من تحت اللي هي زي ما قلنا اللي يساعدك والمدارس والاكاديميات والاحياء هذه كلها ما تزال اهدافها غير واضحه. ابو مشعل متى ما كانت واضحه تماما تقرير الانجازات نسيته كاس العالم للانديه الخاصه مرتين 2006 و2010 لابد انها توضح ونسيته هاني النخلي قبل يعني في لندن بوجوده يعني بوجوده استحقكم تاهل لكاس العالم يستحقون قبل شهور. دكتور صلاح سقا شكرا لك. شكرا لك. ايضا من راعي برنامج اسماء عنقارو هذه هدايا لضيوف برنامج الملف الاحمر وبيكون في باذن الله تعالى ايضا لمشاهدي الملف الاحمر مساهمه باذن الله تعالى من راعي البرنامج ومن هدايا تقدم من برنامج الملف الاحمر لكم جميعا. هذا ايضا لكم كباتن. شكرا. الف شكر مره اخرى. وصلت الى اخر مشوار في الملف الاحمر. وطني هو المجد رحم الله غازي القصيبي ما انصفوا وطني. دمتم بود الى اللقاء.